تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد آذان المغرب، وقام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين. وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، خاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم. كما تفضل الرئيس السيسي بتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن. سيد محمد علي توفيق يا فندم، قام التأمين الاسم، مسؤول عن التأمين الاسم يا فندم من الخارج. افتح يا فندم. Thank you.